سالي، وصلنا لفقرة كمان كتير مهمة، يمكن اضطرابات تناول الطعام عم بيعاني منها كتير من الناس، وهي عبارة عن حالات خطيرة عم ترتبط بسلوكيات الأكل المستمرة، يمكن تأثر بشكل سلبي على الصحة والعاطفة والقدرة على تأدية الوظيفة بجوانب مهمة من الحياة. وأكثر الاضطرابات شيوعا يا فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي أو اضطرابات نهم الطعام اللي عم تتمثل بتناول كميات كبيرة أو العكس. اليوم بدنا نعرف أكثر عن اضطرابات تناول الطعام مع الدكتورة ثواب الغبرة، أخصائية تغذية. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا أهلا وسهلا فيك. يا عميد ألين، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اشتقنا لك أول شيء كثير، وصباح الصحة يعني والعافية للجميع. فقرتنا جدا هلأ بتهم، خلينا نخص الصبايا، معلش لأنه خلينا نخص الصبايا شوي، لأنه عن جد معاناة كثير كبيرة. يعني أحيانا زيادة وزن، عن جد بنشوف صبايا لا بدها تزيد وزنها ما بدها تنزلها، يعني ما حدا عاجبه حاله. فخلينا نحكي اليوم عن اضطرابات تناول الطعام اللي هي بتأدي احيانا للسمن، احيانا بتأدي للنحافة الشديدة. بالضبط. هلا بالفعل حتى هذا المرض بالذات بتصيب الصبايا اكثر من الشباب. هلا الانثى مشكلتها عن الرجل انه هي انفعالاتها بحياتها بتأثر على شيء اسمه جهازها العصبي، يعني ما عندها مثلا انه خلص، يعني التوازن تبعها غالبا بيكون اقل من الرجل، فبتلاقي انفعالاتها فورا بتركب الاجهزه، بتركب مثلا مرضى الغده بتلاقيهم اناث، مرضى النهم العصبي بتلاقيهم اناث. صحيح. حسب طبيعه الاستروجين بجسمها، لانه هي بتتاثر كثير بتغير هذا الهرمون. نعم. على كل الاحوال حنفوت بهذا البلد، بالفعل هو عن جد خطير وهم. يعني هلا الفكره الاساسيه، مريض النهم العصبي عندك يا بيتعرض لاضطراب شيء بين مركز الشهيه بالدماغ ومنطقه راس المعده، فبيحس عندك يا حتى لو انتلقت البعده وعطت اوامر بالشبع بيصير خلل بمركز الشهيه، بيضل الانسان جوعان وبضل عم يستمر بتناول الطعام، بيوصل لمرحله تاذي المعده منه، فبصير توسعه تدريجي له. نعم. بياكل بشكل عندي اياها غير مفترض، مفرط جدا ومستمر، فبيلاقي زيادات فظيعه بالوزن بعد هالوجبات الهائله اللي بسبب هالاضطراب بين هالمركزين، مركز راس المعده ومركز الشهيه بالدماغ. بيصير عندي حاله عقاب للنفس، يعني تقليب للضمير، فبيتجه هذا المريض لاما الحالتين، العامل اسمه التفريغ، اما تفريغ بتناول عقاقير مؤذيه لجسمه بشكل سريع جدا، او بعمليه الاقياء. الاستمرار بعمليه الاقياء، التقيؤ واخراج ما هي بعد ما انه استمتع فيها كاكل وامتلاء معده، الاستمرار هذا بيضرب مركز الاقياء بالمعده. هذا المركز كتير رهيب جدا، حساس عصبي، ما له قطعة تبديل يعني بالجسم، فبتلاقي انه صار عنده فتح المعدة وتسكيرة ما عاد بقى بيجي عن طريق امر الدماغ المسؤول عنه الجهاز العصبي النظير الودي، وهون بيصير الخلل المشكلة الرهيبة. فبيصير وقت بيشوف عنده افراغ افراغ بيصير بيفوت على الهي وبيتقيأ بيتقيأ، على المدى البعيد بيحدث عندي اضطرابات برأس المعدة، ما عاد بقى في توازن ابدا، لا انا شبعت لا انا جعت، فبتلاقيه يا بحالات فظيعه من السمن يا بحالات هاويه من تحت الوزن الطبيعي. نعم. بيشتكوا الاهالي من هالقصص انك هيك ما عاد بيعود بيلاقي حل غير انه هو ياكل ويفرغ، فهذا هون بقى بتصير الخلل والمشاكل الفظيعه اللي بتصير انا ما عاد بقى اقدر اني اسيطر عليها. نعم. يعني دكتوره خلينا نحكي شوي، يمكن كمان هدول القصص اكثر شيء عند الصبايا من المراهقه للعشرينات، يعني صح. بتلاقيهم. كيف فينا نعرف انه في اضطراب طعام؟ يعني في اعراض معينه بتصير الاهل بيحسوا ولا لا انه بس انه فتح شهيه مفاجئ او ما في شهيه ابدا؟ بكون قاعد معك على السفره ياكل لمجرد انه حتى عمليه مضغ ما بيعمل، ابتلاع الطعام بلع. أوف. تماما. فعذرا على هالتشبيه، يشتر الطعام اشترار تماما، فبيصير عندي اكل واضح انه اكله سريع مو طبيعي، بياخذ كميات من الطعام بعدين بيروح بفوت لحاله بيقيئ حاله، او بيستخدم اساليب رهيبه جدا مثل مدرات بول مو لحالته، لا بسبب عندك اياه او ادويه خطيره لتعمل عندي اياها، بيحاول يسيطر على مركز الشهيه بادويه عصبيه تبع ادويه القواطع الشهيه والهيك، وهون بيصير فجوه اكبر بعد ما يصير ضرب لمركز الاقياء براس المعده. على كل الاحوال هي الاشياء بتكون اذا ما انتبهوا الاهل اول شيء لها بتستمر معنا وبتصير باسعارتها رجعه الاناريه لورا لها اصعب. صحيح. نعم.
يمكن التغيرات الهرمونية لدى المراهقين يمكن بتدفعهم ليجلبوا السعادة عبر تناول الدسم والأكل السناكات اللي بفضلوه عن طبخ البيت. يعني هي أساسا تنشأ عن نقص السيروتونين بالدماغ 100%. فهي القصص هي كتير بتعمل لهم مشاكل بهالقصة، فبتعمل مشاكل. وأحيانا الأهل غير قادرين على ضبط هذا الموضوع، بده يأكل خلاص، يعني عم يضل بلا أكل بالبيت. هون قديش الأهل يعني فيهم يلعبوا على هذا الموضوع انه حتى البرجر يعملوه بالبيت؟ طبعا يعني كمان اخف سعرات حراريه بيجي. الام بتعرف شو بتحط بالساندويتش يعني بشكل عام؟ لا فعلا، هلا هي انا الفكره الاساسيه اول شيء انه المحاوره هي والاستشاره النفسيه كثير مهمه بهيك حاله. هلا نحن كاخصائيين تغذيه بنمشي مع الطبيب النفسي بهي الحاله، لانه هي مرض بده يتعرض شوي لادويه نوعيه معينه من ادويه الاكتئاب. ونحن قديش نحن قد بالعلم التغذيه كثير بنكون حذرين باعطاء ادويه الدبريشن اذا كان دكتور مختص وهالقصص هي. وهي انا بتعاطى معها هي القصه لانه هي الحاله بدها هي الادويه هي، لانه والا حيفقد شيء مهم براس المعده تبعه، مو لعبه. هي نقطه. النقطه الثانيه، يوم نحن كاخصائيين تغذيه جايين نتعرض للحلول، يعني انا شو بدي اقدم لهذا الانسان اللي متعرض لهالمشكله هي؟ اول شيء بقدم له الشغلات الاغذيه العاليه السيروتونين حتى ارجع ظبط توازن مركز الشهيه مركز راس المعده. نعم. لانه هو خلل بين هالمنطقتين، رساله عم تنبعث وهداك ما عم يتجاوب على هالرساله المركز، فعم تستمر المعده بادخال عم يجيها طعام وهي انتلت، فحتى هذا بيعمل مشاكل هضميه رهيبه. يعني هذا ما بتتخيلي قديش سوء الهضم اللي بتعرض له لهذا المريض. غير انه بعد ما خلص الاكل والامور هي، عمليه الاقياء بتاخذ من طاقه الجسم قد عمليه عندي هضم 20 يوم. يعني الانسان لو بيعرف بعد عمليه الاقياء قديش بينخض بدنه وقت بتكون في سموم. هذا المركز مو لازم، هذا الامرجنسي تبع المعده. هذا الزر اذا بلش كل يوم يتعرض للكبس، هذا صار فيه خلل وفي صار دمج تبعه ما عاد في بقى شيء صلحه. يعني هذا من اكثر بعرفه تبع جراحين المعده، هي المنطقه بالذات قديش حساسه بالمعده. على كل الاحوال شو بده يساوي؟ بده يساوي الاهل يبلشوا بقى يرفعوا له الماكولات تبع السيروتونين حتى يرجع توازن هذا الاضطراب يروح. الماكولات اللي فيها شيء مهم جدا لهيك حاله، نبات اسمه المردقوش. هذا المردقوش بيرجع له توازن الغده الصنوبريه والغده النخاميه، لانه كمان مسؤوله الغده النخاميه عن توازن مركز الشهيه، هاي اللي موجوده لحد مركز الاكتئاب. فهي بترجع لتوازنها، الكهرباء تبعها بتتوازن، هالامور. النوم بعمق بساعات النوم الليلي، هذا كثير بيهمني للمريض اللي عنده الاضطراب النهم العصبي. الشيء الثاني اللي بيهمني امره كاكل ومشروبات بيهمني امره الكاكاو. الكاكاو اللي هو عندك يا سكر قليل كثير بيعمل عمليه شيء اسمه توازن الاضطراب هذا. والنقطة الثانية خاصة إذا ما كان في سكر، بوضع شيء عندي إياها حزام على رأس المعدة، لأنه صاير هلأ الأمر انفقد من منطقة الدماغ لرأس المعدة. الحزام، وجود حزام على هالمنطقة هي بحفزها أسرع لتتجاوب بالقفل. الشيء الثاني اللي بيهمنا أمره أنه تواجد بعدم الأهل البيت يطبخوا كميات قليلة، يعني ما يعود في شيء مثلا قاعد لازم يروح يحضر وجبة ثانية أو بالبراد يحطوا 50 نوع بالبراد، لا يكتفوا يعني إذا كان في عندهم مريض، يعني يكون مو في مائدة مفتوحة، ما تكون هالكميات العالية قدامه لمريض النهم العصبي الموجود. ما تكون النقارش موجودة قدامه. واعطاء مواد مالئه مثل وجبات الشوفان لنخالي حتى يصير عندي اياها محاوله لتدريب شيء اسمه الشبع، ولو انه الشبع عندهم يا صار في عندهم خلل براس المعده. فهي الاشياء هي شوي شوي بيلاقي مريض النهم تراجع شوي شوي لورا من حالته السيئه. نعم، يعني تعدد الوجبات دائما شيء بتركزي عليه بكميات قليله؟ مو كثير، لا، مع حاله النهم العصبي. مع حاله النهم لانك ممكن تحفزي له المعده تشتغل، تصرفي شوي ترجع تشتغل. مع انه يكون له ثلاث وجبات نظاميه ولا يعمل مثل وجبه اساسيه ووجبه خفيفه احتياط؟ نعم ما مع ابدا يكون الاكل بتناول ايديه، لا. يعني ممكن انه تشجعيهم على الصيام المتقطع للنهم؟ جدا، والصيام المتقطع ما بيكون عندي انه نقعد نقول له روح اعمل صيام متقطع، تخلقي له حاله بالبيت انه يكون في صيام متقطع. هلا جو رمضان بيعملنا صيام متقطع خلقه. صحيح. الفكره الثانيه البيت كله يعرف انه هذا هلا ما في عندنا فطور غدا عشاء، كلياتنا نحط السفره وتعاكل. الشيء الثاني اللي بيهمنا الامر انه مثلا تملي له حياته وقته بشغل بشغل مادة بيحبها. انه الانسان اذا هلا الاعضاء هي الحساسه تبع الشبع
تلهيه باشياء يحبها، فهو سبحان الله اذا التهى عن الاكل شوي شوي عادت امور توازنه. النوم ليلا كثير مهم لهيك حاله، الشيء اللي بيهم امره انه يكون عندك يا النصيحه مو من الاهل مباشره، ابدا النصيحه ولو اني ما بدي فوت بالتخصص النفسي من اقرانه، يعني هو بيسمع بهيك سن اذا كان بفتره المراهقه من قرينه اكثر من الاهل. صحيح. لانه ممكن يحسون انهم عم ينهروه عم يعني ما لهم حاسين فيه. نعم. او هالامور هي. نعم، يعني مع هالمعلومات القيمة دكتورة ثواب بكون هيك فقرتنا انتهت. نشكر وجودك معنا، إن شاء الله يقدروا هيك الأهل ياخذوا من هدول النصائح لسلامة عائلتهم، سلامة أطفالهم، أولادهم، كل يلي بيحبوهم. صح. شكرا لك. يا رسالة يعني.